أنه لا حرج أن يستعمل الإنسان كلمة لا وليس فيها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة لا، وأصحابه رضي الله عنهم استعملوا معه كلمة لا. فجابر رضي الله عنه لما أعيا جمله ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام، هي قصة عجيبة. جابر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان على جمل هزيل لا يمشي، تعب، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لحقه وهو هزيل؟ يعني أن الجمل قدام الناس لا، لكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه راعي أمته أنه يمشي في الآخر، ما يمشي قدامهم، يمشي وراهم لأجل أحد احتاج ولا شيء يساعده عليه الصلاة والسلام. شوف التواضع وحسن الرعاية. لحق جابرا وإلى جمله أعيا ما يمشي، فضربه النبي، ضرب الجمل ودعاه وقال بعني بأوقية. فقال جابر لا، شوف قال لا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال أستاذ أتصدق بثلثي مالي، قال لا. إذا ما في مانع أن تقول لا، وليس سوء أدب ولا سوء خلق. كثير من الناس الآن يأنف أن يقول لا، يقول سلامتك، سلامتك لا بأس، طيب تدعو الله له بالسلامة، لكن إذا قلت لا فليس عليك عيب،